السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين. لكل مثل حكاية ولكل قصر رواية، وبالمثل ما خل شي ما قاله، وبالعراقي نقول كملة السبحة، وبالمغرب يقولون كملة الباهية. واليوم نذهب إلى قصر الباهية، أحد معالم مدينة مراكش المغربية، وقصة حب وعشق الصدر الأعظم باحماد للفتاة الحسناء بهية ابنة باشا مراكش. فكونوا معي حبايبي، راح نروح إلى مكان جدا جميل، واحة لقصر، القصر رائع، راح نشوفه مع بعض واشرح لكم عنه. كونوا معي، لا تنسوا الاشتراك، تفعيل زر الجرس، لايك، إعجاب، تب مكان تحب تشوفه، مكان تريد تزوره. أنا وياكم نروح سوا. تحياتي. الاحتفاظ بالتراث شيء رائع. وصلنا القصر، راح نبدأ الدخول إلى التذكرة ب70 درهم، 7 يورو طاقة. واحد. هذا النارنج بالعراق يعرفونه. خلي احشيكم على القصر وانا دا امشي. تمام، قصر الباهية في المغرب، هذه التحفة الاندلسية التي اختزلت التاريخ والجمال. تأسس قصر الباهية في منتصف القرن 19 على مساحة قدرها 8000 متر مربع، وقد بني على الطراز الأندلسي. كان قصر الباهية في يوم ما قبل قرن ونصف أحد أفخم المساكن الباذخة في المغرب. اتخذه الوزير أحمد بن موسى الشرقي الملقب با حماد وبالصدر الأعظم مقرا لإقامته. كان با حماد وصيا على السلطان الصغير عبد العزيز بعد أن توفي عنه والده السلطان الحسن الأول وهو في عمر 14 عاما، فكان با حماد يدير الحكم وشؤون الدولة في تلك الفترة، وسمى ما شيده على اسم معشوقته المفضلة باهية، فكان قصر الباهية. وكان با حماد يخدمه في ذلك القصر آلاف الجواري والعبيد، حيث استغرق بناء هذا القصر 7 سنوات. ويقال أن با حماد جلب أفضل الحرفيين والصناع في المغرب لإنشاء قصر الباهية، كما استخدم الرخام والجبس من إيطاليا مقابل بيع السكر المغربي لهم. بعد وفاة با حماد عام 1900 وفي عام 1912 بعد قدوم الاستعمار الفرنسي، تم اتخاذ هذا القصر مقرا للمقيم الفرنسي انذاك. قصر الباهية كان مقرا للملك محمد الخامس، ثم اصبح مقرا للامراء وللضيوف، وبعد ذلك امر الملك الحسن الثاني بتحويل عائدية هذا القصر الى الثقافة المغربية، ليكون مزارا ثقافيا وسياحيا، وتستخدم الحكومة المغربية في بعض الأحيان كمكان رسمي لاستقبال الضيوف الخاصين والشخصيات الأجنبية البارزة. وللعلم أن هذا القصر تم تصوير أكثر من فيلم سينمائي فيه ومسلسلات عربية تاريخية. على سبيل الذكر فيلم علي بابا، أحد المعالم الإنسانية والتاريخية التي شاء لها التاريخ أن تخلد. قصة حب في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20 بين وزير الدولة القوي في عهد السلطان العلوي المغربي عبد العزيز واللالة الباهية الحسناء من قبيلة الرحامنة. وتخليدا لهذا الحب، أراد با حماد أن يهدي اللالة الباهية قصرا يظل شاهدا على عاطفته. تلاحظون سقفها رائع، معمول
طريقة جميلة جدا. ما قصر الباهية جميل، أحييكم. المكان رائع وجميل جدا. هذه لوحات فنية حديثة كان خلوها، لكن ترمز لأشياء معينة، مثلا هذا إلى كيف صانع الفخار. هاي لوحة يعني حديثة جدا، فتاة في الصحراء لابسة ملابس تقليدية. العود اللي اشتهر به التراث الأندلسي. الأجواء والمكان هذا راح تلاحظون الآن تتغير الوجوه عندي الألوان، لأن أنا واقف في مكان تلاحظون تأثير الأضوية على المكان. تلاحظون في الأرضية هذا أيضا يخدم أو يشتغل، مكان حلو جدا رائع. فعلا شيء باهي ورائع جميل. المكان رائع. لاحظوا زخرفة إسلامية روعة. تعالوا معي نكمل إلى باقي المكان. لاحظون هذا المكان الرائع الجميل. تنتهي هذه الرحلة السريعة في هذا المكان الرائع. ألتقيكم في مكان آخر. لا تنسون الاشتراك، تفعيل زر الجرس، كل هاي الأمور نطلبها من عندكم، لأن اليوتيوب هو اللي يطلبها. أنا أعتقد أنكم تصلون. تحياتي لكم. جولة جدا جميلة ورائعة في هذا المكان، يعني أبقى التاريخ، روعة الزمان القديم. الأجواء رائعة جدا فيه. يعني أنا بالنسبة لي جدا أفرح من أزور هاي المناطق. يحيى فلسطين، فلسطين القدس الفلسطينية. يحيى كل الشعوب. نعم، كل قطيعة الحال. نبدأ بالصعود من المكان. خاصة الجبل، يعطي لكم. لا تنسوا الاشتراك، تفعيل زر الجرس، لايك، اعجاب، اي مكان تحبون تزوره تكونوا معي.